هستأذن حضرتك بس ان احنا نصبح ونهني على كابتن وليد سليمان اللي معانا. كابتن وليد صباح الفل عليك وحمد لله على سلامتك ومليون مبروك كله مع بعض جمله واحده. ربنا يخليك. صباح الفل وصباح النصر وصباح الفل على كابتن فتحي. صباح الفل يا وليد، ازيك؟ مبروك يا حبيبي. مبروك علينا كلنا يا كابتن. الف سلامه ليك وربنا يعافيك كده وترجع ان شاء الله بالسلامه كابتن. يعني ان شاء الله الملائكه قلقنا عليه الفتره اللي فاتت بس الحمد لله رب العالمين اطمنا بعد كده عليك. كابتن وليد، يعني برضو اكيد المباراه دي بتحمل خصوصيه شديده جدا في قلبك، فعايزين نعرف رؤيتك للمباراه، انفعالاتك ومشاعرك اثناء اللقاء كانت عامله ازاي؟ والله هو الماتش كان صعب جدا والحمد لله لعيبه رجاله، بس بالنسبه لي انا على المستوى الشخصي الموضوع كان بالنسبه لي صعب جدا ان انا بعيد مع زمايلي، كنت في البيت، لكن الحمد لله يعني كان الوقت ده كان دوري كمشجع مش لاعب، بس الحمد لله ربنا كرم الرجاله وحققوا الهدف اللي كنا شغالين عليه بقالنا سنه الحمد لله. وانت مشجع كنت بتشجع ازاي؟ يعني هل طبعا بطبيعه الحال انت من الناس اللي اكيد فرجتهم على اي مباراه وخصوصا مباراه بالخصوصيه دي اكيد مختلفه، يعني عينك رايحه للي مش كل الناس عينهم بتروح له او بتروح عليه. والله دايما كانت في كور كده ببقى قاعد اصرخ فيها الحته الهجوميه بتاعتنا، وكنت دايما بقول لازم يعمل كده، لازم يشوط كده. حضرتك عارف يعني الواحد بيبقى على اعصابه اكيد، بس الحمد لله يعني ربنا عدانا من الماتش ده على خير وحققنا بطوله غاليه لجمهور النادي الاهلي الحمد لله. الحمد لله ومليون مبروك على البطوله، وان شاء الله المزيد من البطولات بقى. احنا عندنا الفتره اللي جايه على طول عندنا احداث كتير، عايزين نحتفل بالفوز في نهايتها ان شاء الله باذن الله. القادم افضل باذن الله ان شاء الله. كابتن وليد صباح الخير طبعا في البدايه ومبروك علينا كلنا، وكان نفسنا تبقى موجود في المباراه، وكان نفسي يمكن جماهير الاهلي كلها انك تبقى موجود، بس يعني قدر، بس يعني الحمد لله انك خلاص خفيت. النتيجه كانت سلبيه اعتقد، اعلن الاهلي خلاص النتيجه سلبيه، ولا انا غلطانه كده؟ الحمد لله النتيجه الاولى المدحه الاولى سلبيه، وفي مدحه النهارده عملتها هتبان بكره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعود مره تانية على خير كده. وناس خليني اقول لك بقى، انا عايزه اروح نقطتين معاك سريعا جدا. اول حاجه شعورك لما عرفت خلاص انا مش هشارك في، يعني خلينا نقول في المباراه اللي هي كل او العالم كله كان بينتظرها يعني، وفكره هنا ان برضو انت شايف احساسك كان ايه؟ يعني كنت حاسس ان انت وقتها تلقيت هذا الخبر ازاي؟ يعني ده حاجه انا عايزه اروح معاك اولا. اتفضل. والله انا اقول لحضرتك لما عرفت بعد مباراه الكاس ان انا تعبت بعد المتحف، عملت حاجات كتير جدا، وكان كل اللي يقول لي حاجه اعملها عشان الحق المتحف بتاع الاتحاد الافريقي، وتقريبا انا كنت بنام يعني في حاجات كتير كنت بعملها، وبعت اشتريت حاجات كتير عشان الحق، لك ما كانش فيه يعني نصيب، والحمد لله رضيت باللي كاتبه ربنا. لكن الحمد لله يعني كان كل هم ان احنا لازم نكسب ولازم ناخد البطوله، احنا وصلنا 2 فاينل قبل كده وما عرفناش ناخد البطوله، لكن الحمد لله ربنا كلل مجهودنا ومجهود اللعيبه كلها وحققنا البطوله الحمد لله. انا قريت لك برضو تصريح اول ما عرفت، كان لما عرفت انك مش هتشارك كنت قايل يعني الفكره هنا اتعلمنا وتربينا على حقيقه ثابته ان الاهلي بمن حاضر، انت قلت كده تحديدا. كان نفسك تكون كمان اضفت ان كان نفسك تكون مقاتل يعني مع الفريق، لكن انت واثق في اللعيبه، فده كان تصريح جميل بصراحه ومحترم. دي حقيقة الحمد لله، وفعلا دي مقولة حقيقية ان الاهلي بمن حضر، وهيجي وقت ان احنا هينتهي دورنا كلعيبة، بس مش هينتهي دورنا كجمهور ومساندين للنادي وجمهور ولاعيبته ان شاء الله. انت كنت دايما حاضر وفاعل ومن عناصر القوة اللي في النادي الاهلي طول الفترة اللي فاتت، بنتمنى لك السلامة وان شاء الله ان شاء الله تكون طرف في المزيد من النجاحات الفترة الجاية ان شاء الله. وكابتن فتحي عايز يصبح عليك ويهنيك. صباح الفل وليد. شكرا لك يا كابتن، مبروك يا حبيبي. وطبعا يمكن بيبقى غيابك بيدي رونق جميل فعلا لاي مباراه انا بشاهدها، لان وليد سليمان من اللعيبه اللي اتمرنت برضو تحت قيادتي، من الناس اللي تتمتع، والله بكلمك جد يعني مش ببالغ فيها، روح قتاليه عاليه فوق طبعاً ما تتخيل طبعاً. في كل مكان في كل مكان يقدر يجيب فيه، سواء تحت راس حرب سواء جنب اليمين او جنب شمال. صح. هداف، عنده فطره اي بالتعامل مع اللعيبه، حس اللعيبه دايما على حته الروح القتاليه، ودي مهمه جدا ان اللعيبه يبقى في ليدر داخل الملعب طبعا. وليد عنده السمه دي، فمبروك يا وليد ومره ثانيه، وان شاء الله تعود بالسلامه كده، ونشوفك ان شاء الله في مباراه القادمه يوم الثلاث ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن، وده شرف ان انا كنت اتمرن تحت ايد حضرتك، وسعيد لكلام حضرتك، وده وسام وشهاده كبيره على الفكره والله يا كابتن.
احنا فخورين بيكم بجد كابتن وليد والله، وسعداء بيكم، ومش حاسين ان انتوا لعيبه واحنا مذيعين او جمهور، والله حاسين ان انتوا اخواتنا بجد، وبنتمنى لكم كل النجاح والتوفيق باذن الله. وكمان كنت حاطط انت صوره مع ابنك وكنت بتحتفل، كانت صوره جميله قوي، الناس كتير عملت لها لايك وريتويت يعني، والناس كانت مبسوطه جدا برضه بالروح دي، ان هم يشوفوا حتى اللعيبه اللي ما شاركوش ازاي بيحتفلوا، ازاي كانوا بيتفرجوا واتفرجوا مع مين وغيره. خليني بقى اعرف منك، ابنك برضه ان شاء الله هيبقى في نفس المشوار كده باذن الله؟ اتمنى والله من ربنا سبحانه وتعالى ان سيدي يكمل المسيره ويكون حاجه كبيره جوه كيان النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله زي ما بيقولوا كده، هذا الشبل من ذاك الاسد، وان شاء الله موفق ونورتنا، وان شاء الله ان شاء الله المزيد من النجاحات. مليون مبروك يا كابتن.